بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب المرحلة الثانية قسم تقنيات المختبرات الطبية، اليوم محاضرتنا مادة الفسلجة العملي هي البلود سمير. نجي على البلود سمير اللي هي what is a blood smear. A blood smear also referred to as a peripheral smear for morphology. Blood smear المسحة مال الدم والفيلم مال الدم. Also referred as peripheral smear for morphology، يعني نقدر للشكل مسحة للشكل مال الدم. شكل شنو الشكل؟ شكل الشيب مال كريات الدم اللي هي ال RBC وال White BC وال Platelet. Is an important test for evaluating blood-related problems. There is problems in blood. Many, many problems in blood. We can evaluate them by using this test. So this test is very important. Such as those in red blood cells, white blood cells, platelets. It has a wide range of uses. يعني عنده مو فقط هاي بنلاقي بيه ال white BC وال RBC وال platelets. عنده استخدامات أخرى including distinguishing يميز viral infection from bacterial infection, evaluating anemia, looking for causes of jaundice and even diagnosing malaria. شو معناته هذا الحكي؟ معناته انه هذا التست كلش مهم. ادي ديستينجوش يميز ان العدوى البكتيريا الفيروسيه من العدوى البكتيريه، واضافه الى يميز ان الانيميا فقر الدم. looking for causes of jaundice يبحث على اسباب لليرقان اللي هو ابو صفار. and even diagnosing bacteria ملاريا مهمين يقدر نشخص به ملاريا. فاذا شفنا ايش قد مهم هذا التست باكثر من استخدام wide range. نجي على there are three main blood cells that the test focuses on. عندنا خلايا الدم three main، ثلاث خلايا، ثلاث انواع من الخلايا مال الدم. تست مالتنا يركز عليها، الاختبار يركز عليها اللي هنا من هنا الريد سيلز والوايت سيلز والبليتلتس. الصفائح الريد سيلز which carry oxygen throughout your body. function مال الريد سيلز ذكرناها بالمحاضرة السابقة، وظيفتها تنقل الأكسجين خلال الجسم مالتنا. من الرئة تنقل الأكسجين throughout the whole body، خلال الجسم كله. The white cells قلنا وظيفتها مناعية، which help your body fight infections and other inflammatory diseases، تحافظ على الجسم مالتنا وتحارب العدوى and other inflammatory diseases وأمراض معدية أخرى. أي مرض معدي وجود جسمنا ال white blood cells اللي هي white BC تحاربه. The platelets which are important for blood clotting قلنا تخثر مال الدم في حالة الجروح والى اخره. البليتلتس هنا تلعب دور مهم. نجي هنا اذا نلاحظ هاي البايبيتا الدروب هنا مال البلاد فوق السلايد، شلون يحضروها هنا هذا المكان الجزء هذا نكتب بيه الاسم ليبل مال السلايد مالتنا مال البيشنت، عمل ما يصير ميكس بين السلايدات. لنفرض انا عندي سلايدات هواي، شلون راح اميز هذا السلايد مال هذا البيشنت؟ فهنا انا اخلي ليبل معين باي اسم باي شيء، فشي يميز لي هذا السلايد مال يا بيشنت. The test provides information on the number and the shape of these cells. هنا السطر كلش مهم. هذا الاختبار مالتنا البلد سمير يوفر لنا معلومات على شكل وعدد الخلايا هذني. فمن راح اشوف انا اذا ايش قد شكل هل شكل ايش قد شكل ار بي سي ايش قد شكل وايت بي سي ايش قد شكل البليتلتس، هاي راح توضح لي بها تشخيص. من يشوفها الطبيب راح تزيد له
شلون نقول مثلا الشانس على مود يشخص هذا البيشنت، فكل المساعدة ذني. which can help the doctors diagnose certain blood disorders or other medical conditions. نجي هنا why is a blood smear is done. أنا ليش أسوي البلاد سمير مالتي، مسحة مال الدم ليش أسويها، شنو السبب؟ The blood smear test is often done to diagnose conditions that are causing. أنا أسويه حتى أشخص حالات. مثلا أكو أطباء يطلبوا البلاد سمير ليش؟ يا طبيب بالتحليل مالته كتب لي بلاد فيلم، روح سوي بلاد فيلم بلاد سمير. فهذن الكونديشنز هذن هناتن انكس ان اكسبلايند جوندس، ابو صفار يعني شو نقول ما حد يعرف له، صار راسا فجأة بالبيشنت هذا ابو صفار. فمن الطبيب يشوفه هيجي يطلب من عنده البلاد سمير، هاي البلاد سمير راح تساعده على مود يشخص هذا الانكسبلايند يعني غير موضح يعني سدنلي. unexplained anemia فقر الدم low levels of normal red blood cells abnormal bruising بالجسم مالتنا. sometimes we see these abnormal bruises فمن نشوفهن ذن الكدمات اللي هنا bruising من نشوفهن هنا abnormal يعني بدون اي شيء، هاي معناته انه مثلا من تروح للطبيب راح يشوفه يقول لك سوي لي بلاد سمير، هاي ايضا راح شلون نقول توضح له للطبيب يوضح له التشخيص مالتك. persistent flu like symptoms يعني اعراض مال الانفلونزا مستمرة، اعراضها مو هي الانفلونزا بس الاعراض مالتها ومستمرة فسوي لي بلاد سمير. sudden weight loss يعني فقدان وزن مفاجئ، يعني انا راسا شفت وزني ينزل من كيفه، شنو السبب؟ اكيد ناس راح تفزع في هذا الشيء وراح يروحوا للاطباء ويشيلوه، من يروح للطبيب يقول اسوي لي بلاد سمير. unexpected or severe infection عدوى حاده skin rashes طفح جلدي or cuts او جروح بون بين عندنا الم بالبون مالتنا، هاي الاسباب تخلينا نسوي المسحه مال الدم، هاي طبعا الطبيب يكتبها احنا الدكتور writes do blood smear when he see this unexpected jaundice unexpected unexplained anemia etc. نجي نلاحظ هذا البلاد فيلم الشيب مالتنا، هذا السلايد شوف شلون شفاف وهذا شوية غامق. two push type peripheral blood smears suitable for characterization of cellular blood elements. left smear هذا مالتنا السمير is unstained، هذا مجرد احنا خلينا الدروب مال البلاد ومسوي لل blood film بدون اي صبغة. another right smear is stained with رايت جمزة ستين، خليل هنا صبغة جمزة، فشوف شون صاير لونه تقريبا بنفسجي غامق، فواضح عندنا الفرق بين هذا السلايد وهذا السلايد. نيجي على البروسيجر اوف بلاد سمير، اساني اريد اسوي بلاد سمير، شنو البروسيجر ماتي؟ احتاج الى كابيلاري بلاد obtained from finger by finger stick كابيلاري مالتنا البلاد ناخذه عن طريق الفينجر ستيك. اول خطوه بالبروسيجر مالتنا ليبل بري كليند سلايدز، نجيب سلايدين تمام ونخلي له ليبل بريفلي فروستد اند الجزء الاخير يعني بيقصد عليه الجزء بنهايه السلايد هذا الجزء او هذا الجزء تمام، خلينا القطره من هنا نكتبها من هنا الليبل الاسم مال البيشنت مالتنا او اي شيء دال لهذا البيشنت اسمه حرف اي شيء، فهنا نكتب الاسم ده خلينا القطره هنا
وهنا نكتب الاسم نخليه القطرة هنا، نكتب اسم على مود يخلينا نتذكر هذا السلايد على مود لا يصير الميكس، لان اذا صار الميكس السلايدات الشغل حيصير غلط وما نقوم نميز مال يا بيشنت هذا. With the patient's name اسم المريض or other identifier اي علامة دالة اخرى date and time اللي هي الوقت التاريخ of من الجمع. Wear gloves لازم كلش مهمة الجلوفز مالتنا لان نشتغل بمواد يعني خطرة فلازم لابسين الجفوف مالتنا. نجي على النقطة الثالثة clean slides with 70 to 90 alcohol and 90% alcohol and allow to dry. هنا هاي السلايدات مالتنا قبل لا نبدي نعقمها بالكحول نسبتها من 70 الى 90% ونخليها على الجو تنشف. Do not touch the surface of the slide where the blood smear will be made. ممنوع لمس السطح هذا الموجود فوق نعقمناها بس وراها ممنوع لمسه هذا السطح اللي راح اخلي عليه البلاد مالتنا اللي يسوي بيها البلاد سمير، هذا المكان كله راح يصير انفكتد فوق انا اخلي القطره فوقه فممنوع لمس هذا السلايد الابر سيرفيس السطح العلوي هنا. النقطه الرابعه select the finger to puncture اختار هسه اصبعاني راح اسوي له باللانسيت. بونشر يعني معناته شلون اقول نشك الاصبع شلون احنا نسحب دم من الفين. هنا راح نستخدم الخاصية الكابيلاري الشعراوية تمام. select the finger usually the middle or ring finger الاصبع الوسطاني مالتنا in infants بالجهال اللي هم شلون نقول هستهم جاي للدنيا الرضع. puncture the heel من الكاحل مال الطفل مال رجله تمام. clean the area to be punctured with 70% alcohol and out to dry هاي ننظف المكان اللي هو الاصبع مالتنا نسبة الكحول دائما 70% بس فقط من ننظف السلايد هي من 70 الى 90% وافضل شيء هي 90% عم ننظف السلايد بالمناسبة السلايد يعني اللي احنا نحتاج بالبلاد سمير سلايد يعني السلايد نخلي عليه القطرة والسلايد فوق تسوي بيه سمير ننظفها قلنا ومن وراها تظهرها الجف. puncture the ball of the finger نانا يعني عندنا لازم نشك المكان وغزة للأصبع or infants قلنا الوغزة مالتنا تكون بالكاحل. wipe away the first drop ليش أنا أمسح القطرة الأولى من الدم وراها أخذ القطرات البقية. which tends to contain excess tissue fluid هاي تميل لا تحتوي على سائل خلوي زايد فهذا السائل الخلوي الزايد موجود بوا القطرة فأني من أتخلص من عد هاي القطرة يشف على مود وجود هذا السائل الخلوي الاكسس يعني زايد زيادة وراها clean gauze نخلي gauze اللي هو القطن العفو الشاش. touch the next drop of blood with a clean slide مثل ما نلاحظين هنا نقول touch هاي العملية يصير سوي شيء خلينا القطرة مالتنا تمام هاي blood drop هذا السبريدر اللي هو يقصد سلايد ثاني هذا السلايد مالتنا خلينا الدم هنا اذا نلاحظ هنا شلون بشكل افقي مقابل عيننا احنا نسمعها هاي blood drop القطرة مال الدم. نجي هنا هاي القطرة شون سحب السلايد اللي ورا نسحب السلايد اللي ورا بسرعة يقدم السلايد هذا اللي هو سبريدر الى الامام فورورد. شوفون هنا شون دخل قطرة مال الدم بهذا السلايد هنا سوى المسحة مال الدم مالتنا السبريدر السلايد الثاني يكون بزاية من 30 الى 45 هنا هاي شكلها البلد سمير هيك يصير تمام. طلع touch the next drop of blood with a clean slide repeat with several slides if blood does not well up gently squeeze the finger يعني يقول اذا الدم ما اجانا بالفنجر مالتنا على كيفنا نضغط الفنجر على مود يطلع لنا دم ومثل ما قلنا نمسح اول قطره من الدم
always عاد كلش مهمة هاي النقطة. هسه هذا البروسيجر مال البلاد سمير كمل، نيجي على what do the result mean. هسه انا عندي البلاد سمير مالتي كملته، طلعت لي النتائج شنو معناتها. A blood smear is considered normal when your blood contains a sufficient number of cells and other cells and have normal appearance. يقول مالتنا البلاد سمير الدم اللي هو المسحة مال الدم blood film is considered normal، يكون طبيعي، نعتبره طبيعي عندما يكون الدم مالتنا يحتوي على كميات كافية من الخلايا and cells have other appearance. sufficient يعني معناته كافي، يحتوي على كميات كافية من الخلايا. يعني أنا إذا مثلا قلت للدكتور والدكتور يكتبه، فمن يشوف مثلا هاي الأعراض اللي حكيناها فوق، هاي الأعراض من يشوفها عندي موجودة راح يطلب البلاد سمير. من راح يشوف البلاد سمير راح تطلع له لو نورمال لو اب نورمال، تمام. هسه نجي على a blood smear is considered abnormal، هنا يكون غير طبيعي وين there is an abnormality in the size shape color، شكل وحجم ولون اعداد كريات الدم الموجوده بالدم مالتنا، تمام، اعداد الخلايا الموجوده بالدم مالتنا. abnormal results may vary depending on the type of blood cells affected، تمام طلاب. نيجي على الريد بلود سيلز ديسوردرز انكلود، وعندنا هنا ديسوردرز ريليتد تو وايت بلود سيلز كريات الدم البيضاء، وعندنا ديسوردرز افكتنج بليتلتس اللي هنا ثلاثه موجودات نشوفهم بالبلود فيلم، الار بي سي والوايت بي سي والبليتلتس. ايرون ديفيشنسي انيميا اللي هي فقر دم مالتنا سبب نقص بالايرون الحديد. A disorder in which the body doesn't produce enough red blood cells due to iron deficiency. يعني تعال يقول هنا اختلال موجود بالجسم، ها معناته الجسم مالتنا بعد ما ينتج خلايا دم حمراء كافية بسبب نقص الحديد الموجود بجسم الإنسان، فيصير عنده أنيميا، تمام، هايبل ريد بلود سيل. إذا نجي النقطة الثانية من الريد بلود سيل اللي هي السيكل سيل أنيميا اللي هو فقر الدم المنجلي، مثل شكل المنجل تصير الخلية إذا ملاحظيها بالمايكروسكوب، ها الأنيميا الكريات الدم الحمراء يصير شكلها مثل المنجل سيكل، فلهذا السبب طرقوا عليها سيكل سيل أنيميا. An inherited disease مرض بالوراثة that occurs when red blood cells have an abnormal crescent shape، شكلها يكون هلالي اللي هو يقصد المنجل. يقول هنا that occurs when the blood red blood cells have an abnormal shape، يعني هم يعني منج يكون شكلها غير طبيعي. نجي على hemolytic uremic syndrome، متلازمة مال يوريا اللي هو uremic hemolytic syndrome which is commonly triggered by an infection in the digestive system. هاي وين موجود المتلازمة؟ يقول commonly triggered، يعني شلون نقول trigger يعني معناته تتحفز عادة by an infection، هي موجودة بس من اللي يحفز؟ عدوى بالجهاز الهضمي مالتنا. هاي أيضا موجودة بالار بي سي، اختلالات الموجودة بالار بي سي، وعلى ضوء هذا نسوي البلاد سمير عم نكشف عن ذني. بولوسيثيميا روبرا فيرا، a disorder that occurs when the body produces an excessive number of red blood cells. نعم مثل ما نوضح قدامكم، يقول هو هذا اختلال، كل ذني اختلالات يحدث بالجسم ويقوم الجسم مالتنا ينتج أعداد هائلة من كريات الدم الحمراء، تمام. نجي هنا هسه disorders related to white blood cells، كريات اختلالات موجودة بكريات مرتبطة بكريات الدم البيضاء. acute or chronic leukemia a type of blood cancer، leukemia اللي هو سرطان موجود بالبون مارو اللي هو الحاد أو المزمن
ونوع من أنواع السرطان. lymphoma a form of cancer that affects the immune system. HIV هنا هذا معناته السرطان نوع من أنواع السرطان إشكاله that affects the immune system يأثر على جهاز المناعي مال جسم الإنسان. HIV اللي هو human immune deficiency virus a virus that affects white blood cells يأدي كريات الدم البيضاء مالتنا يأثر عليها فيقوم الجسم يهاجم نفسه تمام. hepatitis C virus infection اللي هو التهاب كبد الفيروسي نوع C. parasitic infections such as pinworm دودة الدبوسية لاحظوا ان كل وين موجودة فقط بالوايت بلاد سيل. نقاط ال RBC تختلف تمام الاختلالات الموجودة هنا وصلنا للباراسايتك للهيبتايتس. هسه نيجي على الباراسايتك قلناها اللي هو الدودة الدبوسية such as pinworm. fungal infections تمام infection اللي هو fungal فطري such as candidiasis اللي هو نوع من انواع الكانديدا species. other lymphoproliferative diseases including multiple myeloma سرطان موجود بالعضلة مال الدم مالتنا. نجي على disorders affecting platelets including هسه نجي على ال disorders الاختلالات الموجودة بالصفائح الدموية. myeloproliferative disorders a group of disorders that cause blood cells تسبب لخلايا الدم to grow abnormally in the bone marrow. هناك قبل شوية كانت بالبون مالتنا تمام هسه هنا بالنخاع العظم مالتنا راح يقوم خلايا الدم الحمراء ينمن بشكل غير طبيعي فهاي نسميها مايلو بروليفريتيف ديسوردرز. نيجي على ثرومبوسايتوبينيا which occurs when the number of platelets is very low due to an infection or other diseases. بنصير عندنا infection low امراض اخرى يقوم البليتلتس مالتنا موجودة بشكل كلش ناصي فهي حاجة اسمها thrombocytopenia. A blood smear can also indicate other conditions including نقدر هم نشوف ان حالات اخرى تأشر على حالات اخرى شنن اللي هن liver disease مرض موجود بالكبد مرض موجود بالكدني كلية وهاي اللي هي انخفاض بمستويات الغدة الدرقية الهايبو انخفاض الهايبر ارتفاع. نجي هذا نشوف الشيء مالتنا اذا نلاحظ the smear of peripheral blood هنا نلاحظ بالداخل الميكروسكوب من نقرأ على قوة 40 تمام ونقدر نقرأ على قوة 100 إضافة قطرة الأويل إميرشن الخاصة بعدسة 100. نجي هنا نلاحظ الإريثروسايتس كريات الدم الحمراء هنا أحد أنواع الوايت بي سي ليكوسايتس الإيزينوفيلس لاحظ هنا شكلها المونوسايت هذا كلهم تحت الميكروسكوب البازوفيلس والنيتروفيلس واللمفوسايت هنا ذني الإيرثروسايت هنا ذني البليتلتس هذني كلهن لازم نشوفهن بالسلايد مالتنا under the microscope تمام يعني طلاب هاي محاضرتنا إن شاء الله لهذا الأسبوع اللي هي البلاد سمير. شكرا لحسن الأصغاء مع السلامة.